هاي قرن الناس بينسوا شو بيقروا، لأنه النسيان ظاهرة إنسانية بتحصل لكل الناس، بس في عدة طرق عملية بتساعد على حفظ الأشياء يلي منقراها. القراءة مع قلم رصاص وتسجيل رؤوس أقلام مهمة لحفظ المعلومات، بالإضافة لتسطير وتدوير المقاطع. طرح الأسئلة خلال القراءة مهم لتذكر الأشياء المهمة، واختصار المقاطع والتركيز على الأهم بيساعد كمان، بالإضافة لربط النص يلي عم نقراه بأشياء منعرفها من قبل. تكرار وتمرير المعلومات لغير أشخاص بيساعدوا على ترسيخ المعلومة، والانطباع يلي بناخده عن النص مهم بحفظه، لهيك الناس بتذكروا على طول الأشياء الغريبة الصادمة والمضحكة. مين قال إنه قراءة كتاب فعلي بتساعد على التذكر أكثر من قراءة إيبوك؟ وما المسلوراء بيلعب دور مهم من هالناحية؟ أنا قال، شوفكم بكرة.